يعني المشاهدين. أكثر شيء يمكن يلفتنا في صحيفة أو مجلة يمكن رسمة، قد تكون رسمة كاريكاتير أو شيء من هذا النوع. قد إيش هذا الشيء بيلفتنا أو بيجذبنا للموضوع أو للرسالة اللي من خلاله. نعم. اليوم حنتحدث عن رسم بورتري كاريكاتوري لشخصيات معروفة، يعني يمكن من الفنون اللي كلنا نعرفها، لكن أن يحول هذا الفن إلى قصص تعكس مواضيع أخرى سياسية ورياضية واجتماعية، هذا الشيء هو الجديد فعلا. ضيفنا مشاهدينا الرسام حسن ندلبي وزوجته وفاء شرف حاولوا الدمج بين الماضي والحاضر من خلال قصة كلنا عرفناها وهي قصة عنتر وعبلة، ولكن بطريقة جديدة ومختلفة. نرحب فيكم، أهلا وسهلا. صباح الخير، حياكم الله، نورينا. طبعا احنا استاذ حسن ما شاء الله انت يعني اسم كبير في عالم الرسم، ولكن اليوم احنا راح نركز على هذا الكتاب قصة عنتر وعبلة في عصر السيلفي. هو هذا خلينا احنا نسأل انه شو اللي خلاكم ترجعون لزمن عنتر وعبلة في عصر السيلفي؟ هي الفكرة بديت معي من 20 سنة. اشتغلت غلاف في مجلة النقاد في بيروت، واحتفظت بالرسمة. معهد شارقة التراث في عنده شيء اسمه مؤتمر الراوي، فكان السنة الماضية عن الملاحم والسير الشعبية، اقترحت عليهم انه نعمل معرض عن هذا الموضوع اللي انا بديان فيه من زمان، يعني قبل ما اتزوج طبعا. فعجبتهم الفكرة، اشتغلت يعني أول لوحتين ثلاثة، لقيت الوقت كثير ضيق لأن أنا موظف بالجريدة وهيك، فكنت على وشك يعني اعتذر. فوفاء قالت لي إن خليني ساعدك، فأنا قلت لها، قالت لي خليني أجرب، قلت لها طيب جربي. فجربت لوحة طلع شغلة أحسن من شغلي. ليش؟ لأن هي يعني عندها العفوية والتلقائية اللي أنا بحاجة إلها، لأني أنا أكاديمي فمحاصر بالإطار الأكاديمي، قد ما تحررت منه فأنا محاصر فيه. فأنا بحاجة لعفويته وتلقائيته بالفن، مشان هيك طلع الشغل متكامل. يعني فيه الجو الزخرفي المغربي اللي هن شاطرين فيه كتير، يعني من الحنة والزخارف والمهن اليدوية، فعطى جو ولأول متكامل. مرة طبعاً. جو متكامل. فعملنا يعني ثنائي انه عنتر وعبلة، حسن ووفاء، في توازن. فنجح المعرض كثير بالوقت اللي انا ما كنت متوقع يعني هذا النجاح، وانكتب عنه كثير بالصحافه، وتحول الى كتاب. يعني النص اجى بعد الرسوم، يعني على عكس كتب الاطفال او الناشئه، انه النص اولا الرسوم ثانيا. واو، هي هذا اللي لفت يمكن كمان الكاتبه اسماء شباني لوجود يمكن هذا المزج الجميل ما بينك وبين زوجتك وفاء، فحبت من خلالها او استوحت من خلالها قصه. ايوه. بس خليني قبلها معاك وفاء، قبل ما اخش في تفاصيل الكتاب، يعني ذكر عديد اشياء عديده صراحه انا حبيتها، انه قد ايش مرات الفنان يطلب او يكون بحاجه لمساعده خارجيه تكون فيها نوع من العفوية، نوع من التفاصيل الصغيرة. قد إيش أنت حريصة على هذه الأشياء؟ يعني حريصة عليها بشكل إنه يعني إنه يكون في توازن طبعاً بيني وبين حسن، ومساعدة يعني معنوية، يعني أكثر ما هي إنه بالحكي بالتفاصيل، اهتم بالتفاصيل البسيطة، مثل مثلاً إنه لما كان هو حب كتير القصة هذه عنتر وعبلة ومن زمان يفكر فيها، فيعني زعلت إنه هو كان حيتنازل عن موضوع لأنه ما عنده وقت حتى يهتم بالتفاصيل هاي ويكمل، لأنه كان في وقت ضيق. فكان هو رايح الشغل، فقلت له طيب اترك لي يعني لوحة خليني أجرب. فرجع في الليل فانبسط من الشغل. على أي لوحة بالبداية جربتي؟ أي واحدة؟ اللوحة هاي اللي في إيدك بالضبط. اللي بيدي هذه، ها؟ أيوة هاي. الصدف. أي. وأنت مشاركتك بالرسم بالتفاصيل؟ بالتفاصيل بالألوان. هو يسوي الخطوط والرسمة والفكرة طبعاً. أيوة. وأنا وبعدين كثير من الناس يعني دائماً إنه عنتر وليس فقط هو شجاع ورومانسي وأيضاً يعني خبير شعر بعد بالرسمة. كوافير. طبعاً. لو نبغى نتكلم عن كمان الكاتبة سناء شباني، كيف أضافت هذه القصة وكيف يعني انخلقت هذا الكتاب الجميل اللي احنا قاعدين نشوفه بصورة الحلوة؟ حلو السؤال. هو طبعا بدي معرض كاريكاتيري لرسوم منفصلة عن بعضها، يعني كل رسمة هي موضوع، هي فكرة. مثل هي اللي شفتوها أول وحدة، انه عم يمشط دنب الحصان، غرامه بالحصان
نساء عبلة وشعر عبلة يعني هي مفارقة كاريكاتورية. فبعد ما عملنا المعرض فأجت سناء شباني الكاتبة فعجب الموضوع كثير، فقالت لي أنا بدي أكتب نص تناص على الرسوم، يعني أنه نص يخدم هي الرسوم أو أنا استوحي منها. فأخذت مجموعة شي 17 رسمة وكتبت نص ربطت بين الرسوم. كثير حلوة الفكرة صراحة. إيه فالفكرة كثير نجحت، وهلا عم نشتغل على جزء ثاني وعم نشتغل على موضوع الزير سالم. صحيح. وعم نحضر لمعرض ثاني في مؤسسة العويس قريبا جدا. معلش عادة نشوف الرسام الكاريكاتير هو يحب يعلق بالشكل اللي يبغاه للصورة، قديش شفت تعليقاته أو شفت الستوري اللي هي خلقتها للصورة قديش تشبه كمان؟ هي عملت نص كتير مختلف على اللي أنا بدي أقوله، يعني هي كملت شيء أنا ما عملته. فهذا يعني أنا بقول دائما العمل الفني ناقص إلى أن يأتي المتلقي ويكمله. هي مش بس كملته، هي كتبت. فطلع جو متكامل بين الرسم الكاريكاتيري اللي فيه فكرة مع النص المكتوب اللي فيه موضوع ومع لمسة وفاء. أكيد طبعا الأنوثة، يعني أنا كنت بحاجة لهي اللمسة الأنثوية بالفن. نعم. هلا في مقولة بتقول الفنانون هم إناث العالم. أي فنان لازم يكون بداخله أنثى. نعم. فأنا بحاول يعني الأنوثة طبعا بمعنى الشفافية. فهون أجد الأنوثة الحقيقية وحطت بصمتها في الكتاب والرسوم من خلال الكاتبة ووفاء. وفاء طبعا هي تجربة الأولى أنا. وفاء يعني كان دائما يعني اخذ رايي انا بالرسوم اللي اعملها فتعطي رايها بصدق. وهي يعني انا بتذكر في مقوله بروايه زوربا بيحكي عن زوربا الكاتب صاحب الغريزه العصماء يستطيع بقفزه واحده ان يصل الى اعلى القمم الروحيه. حلو. هدول الفنانين العفويين. انا بس ابغى اعرف من وفاء هل حتكون لك مشاركات اخرى مع غير فنانين غير الفنان حسن أدلبي؟ ما بعرف يعني بتركها للصدفه يعني، بس انه الفكره حاليا انه شيء لحالي ومع حسن طبعا انه في اشتراكات انا وياه. طيب وفاء يعني بعيدا عن الرسومات في مثل يقول ايش جمع الشامي المغربي الفيسبوك فانت شو اللي جمعكم فيسبوك فيسبوك تعرفنا على الفيسبوك. كيف الحياة مع فنان صعبة؟ والله بالنسبة إلي أنا أحب الفن يعني من قبل، وكنت بدرس تصميم أزياء قبل ما أتزوج حسن طبعاً. فبالنسبة إلي لا، إنه من الصغر بحب الفن وهيك، فكثير حلوة يعني إنه وهذا الشيء بسهل الحياة، لأنه بتعرف بعد الزواج إنه شو بصير، يعني إنه بصير يعني في روتين الحياة. فكونه في فن وهيك فبصير كثير يعني أحاديث حلوة، إنه بنشترك كل شيء مع بعض، مثلا بيجي على الشغل بيعطي يعني بعطيه رأيي بشغلات، يعني هو كمان بينصحني بأشياء. إحنا سعيدين بوجودكم معنا اليوم. اليوم في دولمة عراقية من يد الشيف وأحلى شيف هلا معنا، طبعاً مقدمتها لازم تكون تفضلوا معنا. خلينا نأخذ هذه الرسومات خلينا نشوفها هناك عشان بدأ الوقت يداهمنا. سعيدين أكيد بوجودك فنان حسن أدلبي ووفاء وفي دولمة عراقية يا ويلي أنا. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا مرحبا. اليوم مطبخنا ريحته مختلفه، وطبعا انتقلنا شوي للمطبخ العراقي ولكل محبين هالوصفه. عملنا اليوم الدولمه العراقيه، استعملنا اليوم فيها مكونات كثير، بدينا بالفول وباللحم وعملنا البصل والكوسه والورق عنب. وانتم شفتوا عندكم فن من نوع اخر كمان. فيها فول. هي فيها فول. ايوه انا شفت على الشاشه من شوي انه عم تحطوا فول هي على الطريقه العراقيه. بسوريا ما بيحطوا فول. خلينا ندوق. انا بس ابغى اوري احنا نتمنى لكم دائما التوفيق وفاء. شكرا لك. شكرا لكم بعد. يعني كنا سعيدين جدا بوجودكم. ان شاء الله تجمعنا لقاءات قريبا، مشاريع قديمه، مشاريع المشروع القادم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. على فكره الطبخ هو مثل الفن. هو فن يعني عطي هو فن فعلا. فن هو فن حقيقي. يعني جيب انت نفس المواد لعشر طباخين، كل طباخ بيعطيك يعني صح مختلفه بطريقته. نفس الشيء بالفن التشكيلي او الكاريكاتيري، نفس المواد نفس المواضيع بس كل واحد له رؤيه. احنا كمان بكره حابه اوريهم، بس يقدروا يدخلوا على حسن أدلبي على جوجل ويشوفوا كل اعمالك الفنيه، لانه من جد في صور كثير حلوه.
بس ايش اكثر صوره انت حبيت واستمتعت في رسمها كفنان؟ في كثير من الفنانين اللي رسمتهم، يعني في نجاح الموجي، ايوه، في يحيى الفخراني، في محمود بليجي اللي معك اول وحده، هذا من الوجوه الكثير اللي بحبها انا، بسميها الوجوه الكريمه، واحنا حبينا وجودك معنا اليوم. تابعونا ان شاء الله بكره، ونشوفكم بكره.